حاله الهوى، ما زي ان احنا هلا عم نحكي بلشنا عم بالهوى سوا، احنا بالهوى سوا. صار شيء كتير كتير مهم لما بلشنا اللوك داون سنة الماضي بهاد كم يوم، بلشوا الناس ياخدوا صور عن الشط عن بيروت، وبطلنا نشوف هيدا الفوق يلي الفوق الأصفر البرتقاني يلي بتشوفه عادة لما بتنزل من الجبل أو لما بتظهر شوي من بيروت، لأنه فهمنا إنه الهواء صار نقي فوق بيروت. بس أكيد رجعنا نستعمل سياراتنا ونحرق يعني إيه، ونعرف قديش الكهرباء كمان المعامل الكهرباء تبع الزوق السنترال تبع الزوق إنه بتلوث كل شيء عم بيصير بلبنان. وين صرنا اليوم؟ كيف الهوى بلبنان؟ لأنه كنا عم نحكي هديك ساعة الأرقام، وبفتكر الناس منهم واعيين عن العوائب، يعني في وين يصيروا عن الصحة، كنت عم تحكي عن الكانسر، فاليوم نحن وين؟ لكن نحن عنا مشكلة كتير كبيرة، لأنه عنا two sources يعني موردين كتير قوية للأير بولوشن، اللي هن السيارات القديمة، وكل سياراتنا قديمة جمالاً. الأفريج إيج يعني عمر السيارات كلها بلبنان 19 سنة. واو. شو يعني and still counting، يعني مش إنه عم نقد مش عم نأخر، يعني مش عم نصغر عم نكبر. شو يعني؟ يعني نحنا الأفريج إيج يعني معدل السيارات عم بيمشي على تكنولوجيا كتير قديمة، بينما هيدا الشيء ممنوع بأوروبا، يعني صاروا هن يورو 6 ما بعرف قدي، ونحن بعدنا عم نشتري المانيفال ونمشي عليها. بأوروبا في وقت معين يعني لازم ترجع تسلمي سيارتك لما يطلع لك موديل جديد أو right. في right. قانون أوكي right. لأنه أو بتصير تدفع تاكسز كتير عالية okay. على السيارة القديمة، لأنه بتكون عم تعمل more pollution and you're not evolving with a new technology، يعني بصير في كتير فرق. أوكي okay. سو نحن ما عنا هالشي، منشان هيك السيارات اللي عنا بتطلع كتير بولوشن، وهيدا مشكلة كتير كبيرة، وما عنا نقل مشترك أكيد. سو هيدي كل الناس بدها تمشي بسياراتها، وهيدا بزيد عن رجح يعني الدولة. 50% من السيارات 50% من الهواء تلوث الهواء هو ناتج عن السيارات، بيجي فوقه الموتورات. ومنرجع منحكي هلا بعدين عن الموتوريت تبع الكهرباء. الموتوريت تبع الكهرباء عندك بين كل بنايتين عندك موتور كهرباء بمعدل، عملنا مسح لبيروت تقريبا every other building عندك موتور. طب لا percentage بعتد on a global level 50% من الاميشنز ببلد يعني attributed للسيارات، هذا الشيء طبيعي عادة؟ شو بيكون البرسنتج حسب البلد؟ اذا البلد عنده صناعة بيكون تقريبا distributed evenly بين سيارات وبين طاقة وبين صناعة. في كتير بلاد ما عندها صناعة، بيكون الميجر major source of pollution بتكون السيارات، بس بيكون عندهم نقل مشترك. وشو بيكون عندهم؟ بيكون عندهم regulations على السيارات مشان يخففوها. هلا لا نحن مثلا عملنا study، أخذنا وقفنا بجل الديب. جل الديب يعني أوتوستراد، نحن مورورلس كوت أن كوت هيدا أوتوستراد. وكمان كان في حدا جروب بلوس أنجلوس عم بيعمل نفس الدراسة، وقفوا على أوتوستراد اسمه الهايوي 710. الهايوي 710 هو بإندستريال زون، بيطلع كل شي فيه هول التراكس الكبار وبيمشوا لهونيك، لأنه بيروحوا بياخدوا غراض وبيجيبوا غراض. طلع انه اذا من قرنا جرام بير جرام، يعني اخذنا جرام اوف بولوشن مور اور ليس واخذنا جرام اوف بولوشن من هونيك، طلع المواد السامة اللي بنلاقيها بالجرام اوف بولوشن ببيروت 7 مرات اكثر من المواد السامة الموجوده بلوس انجلوس. يعني عم نقارن نفس الشيء، وعم نقارن تو فري ويز، وعم نشوف شو في مواد سامة بقلب هالجزيئات اللي جبناها وعملنا لها كولكشن على فلتر، وقدي طلع فيه مواد سامة. بس عم نقارن لوس أنجلوس ببيروت. Right. Which is insane. Exactly. ليش؟ لأن نحن 405 For example. يعني نحن قد ما يكبر الأوتوستراد قدي، يعني حسوا بزركوا بعضهم وركبوا أحد بعضهم قد ما فيهم، قد وين منوصل؟ نوصل لأربع لينز. مزبوط؟ صح. هونيك قدي الـ 405. It's huge. She 8-lane highway. Exactly. Exactly.
ايه هيدا اللي عم نقوله. يعني شفت قديه عمر السياره بيأثر على قديه عندك مواد سامه وسرطانيه بقلب البولوشن بقلب الجزيئات اللي بتطيلعون. والكواليتي تبع البنزين كمان يعني ايه؟ لما بتروح على اوروبا عندك جرين بنزين يعني قصص منن مثل اللي نحن عم نستعمله هون بيلعبوا بالبنزين والمازوت فما بتعرف كمان شو بيحطوا زياده فيهم وبيضروا الهواء كمان. هيدا غير موضوع يعني كمان رح ينتقل من موضوع لاير علاير علاير اكزاكتلي ما بتعرف من وين بتبلش من تخلصي. سو هيدي عنا مشكلة السيارات. لما وقفت السيارات during the lockdown نزلت البولوشن تقريبا 50% لأنه ما في سيارات والسيارات هي هالقد. بيرجع عندك الموتوريت. الموتوريت أكبر مرض سرطان بحد ذاته. يعني هن بهيدي الصورة اللي تبين عند مارسيل بصار الوقت بيّن إنه في concentration of NO2 NO2 عنا وبالعراق. ليه؟ لأنه نحن وياهن نستعمل ديزل جنريتورز لحتى نغذي بإيران بالعراق سوري اوكي. ايه وبعدين انا سمعت انه بالعراق ما عندهم هيك موتور دغري بيفصل بدير على الكهرباء وهيك بينزل بيعملوه مانيوال. سو راحوا اللبنانيين يعلمون كيف يعملوا الديجونتر كابتن بلانت اللبناني مش معقول عم نصدر تكنولوجي واو. سو هالقد الديزل جنريتور غلط. ليش؟ لانه دخونه وين؟ دخونه أو على شباكك أو على شباك جارك. ولأنه ما في urban planning ببيروت. يعني أنت حسوب قال لك القانون أنه أنت لازم تحط الدخون على السطح بس السطح عندك على شباك جارك 100% ما في zoning ما في شيء. يعني ما فيك تعرف من وين عم يجيك السم. وأنا بحس أنه الموتوريت الديزل كأنه واحد عم بيحط سم ويحط لي بوجهي حتى تمك بالإشاب ماي يعني. ايه اكزاكتلي. هل قد مأذي ديزل جنريترز؟ ما في دولة بالعالم تحترم حالة بتقبل انه يحطوا ديزل جنريترز بين البيوت وبيحطوا هل قد سموم بنفس العالم. طب ليه؟ فمنعرف سوري نعرف الدولة أصلا.